بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية تشكر الإخوان ديال نادور سيتي قوم سرقية والسنين فرصة والسنين راوشينا نسيو الخيج الموضوع التوريخ مهمة تاس موضوع القاس شي داكتواليتي، يعني الموضوع تاس يوان خاص سوان خاص التواصل الاجتماعي، لأن التواصل الاجتماعي دي اليوتيوب الصون ديال الموضوع خلي الموضوع قد تدوري ميكواري يتبدل ذي الناحية الجرتو من المعدة أول يتبدل غون قاعدين يتوكد غا أنه الجرتو من المعدة قد سبب سرطان المعدة خصا ذا ومين غزع من الصراحة وخصا الخوفة ويتريشا زي ولا لو ستريسا زي الجرتو من المعدة من الدليل هو انه يقسم تسمى الله ازين سكان العالم، سكان العالم ذي 8 مليار تقريبا، ازين الناس ذي سلجورتو مع المعيدة. واش نتصور بالله ازين يوذان 4 مليار يوذان سكان العالم ذي سنحرق المعيدة ذي سنمشكل غاس المشاكل تعانى ذي المعيدة هذا هني من لا ما يمكنش، لان ما يمي لان خوما جنة خو نسرا غيوان يستوون بين جوتو ما تقل كانسير يعني خيج 50 10 سنين 20 سنه قاعد تفزين العالم هذيك، لان الكانسير المعده ويجي نحش تهون. ثم ثانيا بالنسبه للشين المغرب تقريبا غان جا 60 80% اي مغربيين ديسم جوتو من المعده على حسب تما المناطق، ذي فرنسا قد تكون 45 50%، وما الاسباب الناس هو ليجين قاسم قله النظافه ذويت الجن جرتو ما تثفن ذي الميدان. ونشي نخو منزار بلا 80% مغربين مجانا نخو المغرب ذي 40 مليون تقريبا واش 60 مليون تقريبا المغربين كتا ذي سن غاسن اعراض المعده، لا اذا الخوف زي جرتو ما يلا هذاك هو الميساج مزوا تبريت مزوات زيست ميساج جرتو من المعده. قبل ما غير السوفا معارف كان وسط قارب غير زوتهم المعدة هذا مستورق ضمن بالله الجهاز الهضمي نا يكمل قمو ما ارى ذا نغيم قران زدغنت قطع النوم ديال الحس السنية هذو زدغنت البكتيريا زدغنت كاينة ولكن زدغنت كاينة استفاد زين يعني ذي السن تعيش ذاك السن الا المعدة ولا تعيش ذي زوتهم الا ثانيتين ما يمي ولا تعيش البكتيريا ديال المعدة لان المعدة تصنع الحموضة نقص الشن مع القطع الماء القاطع كاين مشون جافيل سون جافيل ما يستعيش البكتيريا الا ثانيتين ما يمي لان البكتيريا الخصوصيه الناس هو انه تصنع عيش الماده تقطاخ الحموض المعده اي سوني تعيش المعده تعيش المسافات على اساس انه الحموض المعده والتكوين اي سوني زدغ ديني مش الخمار ودي يغاد جاتهم المعده ما مار غاسن تسبب المشاكل لا 90% يوذن قد يسمى اقل اسن شي صفرات اسبتوماتيك هو تجريجن الضرر ديال المعده قد دي نيز دق 10 ديال المياه وما تقد الضرر ثم صارت شوي المثال البسيط كنا نقارب شويه كتاب من المثال البسيط ثارس غائز دركيس موجع جاني ويتبوس دا وخاص يتعدي ويتقفرض ويتوسخ اما سخاس الزعم مثلا كيستمر غد باش الخبز الجار يتقل المشاكل تقل مشاكل تقل صداع تكفر لا بدا كيسكا هذا كيستمر الاخر خويا امور جرتو من المعده اقتا كاينه غزدا كاينه مشى تقريبا دي 10 ديال المياه يوذان يتعانان تسبب اسم مشاكل المعده ميز يتعانان يوذان هادشي دوك القضيه الحريق ديال المعده الدكتور قال غير سوء الهض كارع غطس تعقي اين العلامات تقريبا تقل جرتو ما خبيت مشى نخو ما كيتا شيء الانسان يرسل جرتو من المعده ميت كيستقل مشاكل مش يعني دي الواقع يعني السطح المعده مين تقدر من المعده دي السطح المعده دي مش المعده التق الالتهاب الامزوال الحاد قرص جاستريت ايغو ثم وانس الدكور بوركو كيستيشي الشا الدكور ديال الالتهاب المزمن قرص جاستريت كرونيك ثم خميت جاستريت كرونيك الخلايا خميت لي ثرش التسكي لمده متى خميت من الخلايا يتغي ما يمشي نسي خوا ذي 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 المعده ذي القاس نسي صلحت المعده اذا امشاني المعده خصها تعمى ملي تعمى تجي الخلايا نغنيت وتجيبون المعده تجي الخلايا نغنيت غاش القاس نشي فورما نغنيت غاس الخصوصيات نس واحد نغنيت نشي نستعتن داكور ذي الالتهاب المزمن داكور غاش الحاله تسمى قلت قرص المرحله والثلاثه هي قرص ميتابلازي انتستينال يعني الخلايا مشاني
غتعوض المعدن ديال الخلايا موتن للناس الالتهاب تعرض تيجي الخلايا نغنيت وتجيبون المعده قناه غالبا انتستينات ديال الخلايا مشاو الخصوصيه وداني مزيان. ثم الخلايا خمي تعيش في جوج وشين النس يعني توارث ما على حسب يعني البيئه اللي تعيش ماشي بجوج الخلايا وتجيبو مشاني يعني يعني تطور سي جنتو ماشي عادي تطور وانيتين تو ينغيش المرحله الرابعه قرز لا ديسبلازي. ديسبلازي هو الخلايا يعني دكور انورمال دكور جن خلايا يعني تفقد الخصوصيه النسي تيري خميتيري كيجو المعده اذا قرات قناه ديسبلازي. ديسبلازي راه تصل مراحل اساسا مراحل ديسبلازي ليجير يفسوسن ديسبلازي موين يعني يتم قاس قاس موين طبعا ثم ذي ديسبلازي قناه سيفير الحاده ثني عادي غتطور الكانسر المعده. اذا بدي خصنا نسوي تبات ثانيتين والسنين وانه الجرثومة يودي غاتسو شي الكانسر المعده يزيد تقولني وذا يزيد تما تنوان زيس من مراحل يعني قد 25 سنه 30 سنه عاد عاد الانسان اذا ما الدواء تعالجنيش اي غاتكشي انت الانسان الخوف هو تيري شتا دوك ميساج السنين وثمانيه السنين الخوف هو وذيني تيري بنادم وثي يعني وثي وزي سي تقول شا زي 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 من الخوف ما حدا نستنى الماء ذاين غنجرتو من المعده ما لا وتجي الانسان تغني غادي نغم تجينا اعراض الحريق كارع سوء الهضم ذهني وتجي الانسان غاس الحريق ديال المعده يساوي جرثومات المعده قالت الالتهاب المعده غاس تغسل اسعاب الاسباب كثر زي 50 اسباب من هلا شدي بوذا غنشري التهاب المعده من بينهم الجرثوم من المعده والمشاعر اذا خصني يعني بين الانسان اللي صحيق ديال المعده هو الجرثوم من المعده مثلا اذا جنا ثلاثه تيقست يعني مع المده كشري التهاب المعده واش نشري اللي تيقست يعني اذا صحيق المعده هو الجرثوم من المعده نيغ الاثار سي شو السدويات مثلا خاصه الدويات الروماتيزم دار ستوماغو واش اثار سي السدوا ستوماغو السدوا الروماتيزم يحكم مثل تمارس الدين المعده تشد المعده سني قدر الجرثومه ثم الاعصاب مثلا الاعصاب لان المعده نغد خاضر نغد العقل غاس علاقه نتومات خاص شي حميمه جارسا غنعصب غنقنض الا المعده نغوتهاش. اذا الانسان هو ذا مقنوض يتعصب لو ستريس هذا سنين يقدر الجوثومه لا اذا الجوثومه من بين اسباب نقول حال ما تجي الانسان ليس حريق المعده هو الجوثومه. الرخوم ما مش غني كان وزوخ ثلاث سنين ثلاث ما ليس الجوثومه يوز غني ليس حريق ليس الجوثومه. دير بعض مثلا تنغلق الدكتور قضيه المعده اقدر تحليق قضيه الجرثومه للمعده يقصدوا من غير الجرت تحليل نظام هو غاس بوش الدور ذا مقرن تحليل نظام يقارن باللقى الجسم يدفيت الجرت من المعده ولكن هذا لا يعني باللقى مضر اي نقص ديني هو مش رخو من التحاليل يقارن بلا الجرت وما اقد تقل مشاكل المعده هو هذين اثنين التحليلات هو التحليل مزوا هو خمي غتحضر لابوراتوار تصودد تصودد كجوينات يبزناش الهواء ني ماده ذي قناه السي او 2 ماركي او كربون 13 ونبغي قال ماذيني الجرثومة ما قد خدمتينو ذيني التحليل والسنين هو نزوخ البقايا الجرثومة هي ديال الكفور نضي العفن ذينا التحاليل يدن مهمين يغدل المعنى ودمشو ودبو التحليل اذا من الجرثومة المعدة ثم احسنهم خمي خصني نزوخ الجرثومة المعدة هو الكاميرا هو توبو المعدة ذوني ديس شنن حقيقة ما يمشي ما يمشي لان خو مدة تاسي وش دغان نفاديس نفاديس الجرثومة المعدة التحليل من الخوات هاك سنكش العلاج ماشي هو السنشال واقع من دينا داخل ما المرحله اذا التطور تسمى المرضيا المعده مثلا يجنوا اثار شي دغان حرمت نغض حرم غاس 30 سنه مثلا نفذ زرتو المعده قدر نزعم اتنعالج بلا ما نقص الكاميرا المعده ولكن اثار غاس 50 سنه تساونت لا لان واذا الذين اقام كيجوا المرحله ناغنت يخسروا غاتجينا قبل السرطان المعده مثلا المرحله نغلي تاب نير لو ستاد الميتابلازي انتستينار نير ستاد دو ديسبلازي انتستينار مثل الخلايا وتجيبو عاديه وانيتي لا خصها السن مات المرحله قدام لان ما يمي لان تتبع النس
يعني لا بريزون شارج الناس وديبو كيف كيف ونيتين مثلا يمغان اللي خمد يسخطها في المرحلة هي متقدمة ذي الهرش المعدة قاسق شهال العلاج مشى ضروري عام عامين يختصين على حسب من يجي المرحلة هذا السنين خصت عاود يتوبون لأن ما حدث زاد من يتجا رخو ما نحا العلاج العلاج رخو البكتيريا يقع من السنين تقعد قريبا تا زي 20 سنة قمت نسن أول مرة تكتشفن هو اثنين يذبابن من زي أستراليا يجن خلاص وارين يجن خلاص مارشال يتوفين دي 1998 دي 2016 كش أبحن خاص خلاص لو بري نوبل دو لا ميديسين يعني الجائزة الطب دي 2006 يذبابنا إذا ميكروبيا نسيت هذه 20 سنة 20 سنين العلاج الناس العلاج نفسه خويا جن حاليا خويا ديال العلاج تلقيتها مقال العلاج يعني من جاكات خزان تما غادي ندير توصيات توصيات على الصعيد القاره مثلا غادي توصيات اسيا لي ريكومونداسيون اسيا ودي مشو لي ريكومونداسيون اوروبا توصيات العلاج اوروبا ودي مشو لامريكا ثم غادي التوصيات العالميه خاصه ثين كورا خرقت دي ماستريش دي هولندا ثين كاركات خرقت دي ايطاليا دي فلورنس دينيت ارشادات توصيات يعني توصيات خمس توصيات يعني ألوفات التجارب ألوفات الأبحاث ما حنا نتسقى العلاج لأن فعلا الجرثومية عويصة عويصة هي تتقن خو ما حدا تعيش ديال المعدة ديال حموضة المعدة يخص تيريت عويصة إذا قند العلاج هو واخذ ذات الميساج وسيرها موصى وعقيل خشا يعني تابعته الصعبة وإذا تتبودوا منين خذ يوتيوب سمحتي لان سمارات شي قطره انت من تنصحك نوها اليوتيوب باش يناقش خرابيان باش يناقش ثقد حتى قد العلاج النهائي الزيتوم المعده وجد حتى ضد بنقخ معك كثير من الناس يمكن اس نسر ما تيليسينج حتى وجد حتى في المهم يمكن راس معلومات شو يكذب يخدم يعني قد العلاج انت العالمي تفقس العالمي كمل قيت ملايير الدولارات تتصرفن ما حدث سقان العلاج الجرثومه المعده ودي غادي سن تما المد الخور ما دين غير سماو الادويه ني لان الخو ولكن تنصحك انه غاوم 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 واد ميساج والصابع الخو ما حدث ختمغ دي 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 الموضوع عن الجرثومه المعده اولا الله يرضيكم الخوف ام زوا الخوف عكس مثل ان مسائل بسيطه جدا العلاج موجود يذبح تبارك الله موجود لكن ورشتنا لكن وشنا لكن وعالجنا يتغيما يتغيما ان بون بريزون شارج ان بون بريزون شارج يعني الانسان ما يدغيش يجنس الجرثومه المعده يعني يخصه يعالج يراقب مزيان الحشو السنين ونوزو خرج الجرثومه المعده الا ما جاتين اعراض المعده وخمي خاص غنوزو خاص نوزو خميتيري نكس مواد ديال شان المشكل نغني تقدر غني مواد ديال الجني ماشي نسو دار المعده نغيس الادويه دار المعده خمي غنكس الاسباب نغني تيتكن حريق ديال المعده يهتش المعده تكن التهاب المعده عادي غنبيصا ديال الجرثومه المعده يعني خاص نوزو وزك نوزو ديال دي حريق المعده سنين قاد الجرثومه المعده حسوا والثلاثان والزوخة خرجوا من المعدة غيقولن مثلاً يذهب لنا الروماتيزم تيشو سنج دوا إيش دوا تيش خرج المدة تزيرات خاص لي زونتي انفلاماتوار إن تجن يعني تسبب لنا مشاكل الالتهاب المعدة ما جوني تو غاس ذي المعدة جرثومة المعدة تدن ضاري تيرين يذوب لا يعني كثير خثنين دني تين يقول لنا ضروري خصنا نتوزد خرج جرثومة المعدة ما حد أتحارب الجرثومة المعدة في نفس الوقت تيش دوا ما حد ذي حمى هذه حمى المعده حشت وسن قال الميساج مهمه الطاس هو انه ما روى عائله الناس توغي يتواذي سرطان المعده خاص نشين سوابق سرطان المعده ما راه يقدر يعد العائله سن غادي يوزي 45 سنه 50 سنه يخص ضروري هذه يوزوغ ما غاس الجرثومه من المعده طبعا هذه التشاكل كذب الاطباء العام مزيان مش الاطباء العام خمين ني غاسني لو مود غدوت شنشك غادا مزال يخص رشدنا مهروش غا لي اختصاصيون تبارك الله النظافه
تو راه 8 قايم ما نضغن غير نجي تبارك الله الجهاز الهضمي الاصدقاء الاخوان الجهاز الهضمي ما راه السنيسن السن جرتو ما يقع المؤتمرات تقريبا واقيم بوش المؤتمر لا لا محلي ذي النظام تكنشن ولا الدول ما ذي تما ذي المغرب ولا ني برا دا بدا تستفد السول خرجتو مع عدد سنت الجوتو ما مع عدد سن مشاكل نس العلاج نس كل شيء اذا 16 مركز نخي من المستوى ديال الجهاز الهضمي الله يرضى عليكم واتمنى ان شاء الله غادي يستافد الماكينه اتمنى زعما الصراحه اتمنى غادي لي الخوف زي ميدو مدني روح عارفه كنو خرجتو من المعده الزوم يكس والسلام عليكم واتمنى ان شاء الله سيدي ربي خير يقبلها رمضان ينزوم تقبل منا تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والسلام عليكم.